السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني أخواتي، عيد مبارك سعيد ومرحبا بكم على قناة أرجام، وهي اختصار إلى اسمي جمال الرعدة أو الرعدة جمال، موزع مغربي. قررت بعمل عدة فيديوهات تختص في مجال التوزيع الموسيقي. الآن هدية لكم بمناسبة العيد، وهي آلة بانجو، بانجو عربي. ممكن أن تشتغل بلون مغربي أو أي لون أنت تحبه، فهو مشتغل يعني بإتقان، إن شاء الله يعجبكم. سوف أعمل لكم دومو إلى الصوت. عزفنا به لون ملحون، أما الآن سنحاول أن نعزف به شعبي مغربي مثلا لنسمعه في هذا اللون. على العموم هذه الآن عزفنا بطريقة شعبية مغربية. سنحاول أن نعزف به مقام أوراق مثلا. أوراق هو الذي نستعمله في الشعبي، التراث الشعبي العصري المغربي. شيء أتمنى أن يكون الصوت قد نال إعجابكم، وأعتذر عن طريقة كلامي أثناء هذا الفيديو لأنني لست
بمتكلم قوي في مجال اللغة العربية الفصحى، لكن المهم هو أن نتبادل المعرفة، وأنا راهن إشاراتكم، ولا تنسوا بدعمنا باللايك والسبسكرايب وإلى آخره، أنتم تعرفون هذه الأمور، فهذا دعمنا للقناة، وشكرا لكم على حسن الاستماع.